كيف الموضوع رهوف؟ والله حلو كتير ومناسب كونه يعني ما ضل غير ثلاثة ما تجوزوا هالصيف بعمان. عن جد يعني فترة خطبة وأعراس والناس مبسوطة وإحنا كتير بننبسط لما نشوف يعني أي علاقة عاطفية تتكلل بالزواج بعد قصة حب. اليوم نادية مختاريت لنا موضوع كتير حلو، قال أفضل الهدايا في فترة الخطوبة. أفضل الهدايا في فترة الخطوبة، يعني إيش ممكن تجيب لها هدية وإنتوا خاطبين هي تنبسط عليها؟ هو أصلاً ما راح يجيب لها إلا وهم خاطبين، بس يعني هو بعد الزواج بتصير الأمور زي ما قلنا، جيب أيوة لبن، جبت اللحمة، وصيت على الذبيحة فقط، طبعاً مفهوم. ذبيحة زي أبو تركي مش هيك قالنا؟ صح أبو تركي. طيب فإذن اليوم بدنا نعطيكم مجموعة من الهدايا اللي ممكن تجيبها لخطيبتك أثناء فترة الخطوبة. في شغلة كتير أساسية ومهمة، اللي بيفكر انه بالخطبه مش لازم يهدي كتير غلطان. ليش؟ لا الخطبه هاي فتره الدلال. ما كل البنات شو بقول لك، اذا بالخطبه ما عم بدللني هات شو بده يعمل بعدين، شو بده يطلع معه بعدين؟ لا بالخطبه انت مثلا حتى اهلها يعني جيب كل شيء مضاعف بدك تعمله، عرفت كيف؟ بعدين انت حر هلا، بس يعني ايش بيقولوا تخبط الفاس بالراس عاد. هلا شوفوا بعض الهدايا، يعني انا استفزتني الهاي، بعرفش اذا انت استفزتك زي ما استفزتني. اي شيء بستفزك بستفزني يا عمري. قال جيب لها خاتم رقيق. طب ليش رقيق؟ يعني هي رقيقه والخاتم رقيق؟ لا يا قلبك مسخره. خاتم سميك رجاء. خاتم سميك وهي رقيقه. عشان اصابع ايديها الرقيقين. الرقيقين انهم هي هذا خاتم رقيق. السواره رقيقه، كله رقيق. هذا من وحي الوضع الاقتصادي حبيبتي، مش لأنه رقيق. فأنت ما تقول بسيط، قول رقيق. جبتها رقيقة لأنها بتشبهك يا رقيقة. تجيب لها بيرفيوم رقيقة 20 ملي مثلا 10 ليرات، تقولها رقيقة. سلسلة من الفضة، لا برضو لا بالرقة. شو الموضوع؟ شو هالمقالة؟ اطلعوا لي فاصل. في هدية أنا لا أتفق معها بعيدا عن الرقة، هاتي قلنا اتفقنا قبل الفاصل، خواتم رقيقة لا، أساور رقيقة لا. بتحب تسميها إنه خاتم لحاله جيبه على ذوقك، بس ما فيش داعي إنه رقيق ومش رقيق. يكون رقيق بالضبط. قال بقولك، قال إنه الصبايا كتير بيحبوا لما بتجيبي لهم حذاء. هم ما تطلعيش علي. يعني هلا الأحذية حلو بس إنه صعبة، يعني تريكي هاي الهدية، لأنه أنت بالضبط بتعرف سايز يعني، وهي رح تخرط يعني، هي رح تقول لك انها 35 وهي 42 النمره، ففكونا من هالسؤال. بعدين قال بقول لك الست بتحب الحذاء زي ما انت بتحب تحضر نهائي كره القدم. لهالدرجه يعني لها الحذاء ماشي، بس مش انت تشتريه، او بس يخلي مثلا اخته تشتري له اياه. عرفتي؟ فهي بتيجي ضايقه عليك، فهيك بتيجي رجلك بتكون هيك قايله، فانت بتلبسيها مجامله، تصير عندك تصلب بالرجل، تقولي له واو، وانت طبعا من نفسك وانت طالعه طلوع مالك حبيبتي في اشي. لا بعدين صحيح صحيح، باللقاءات الاولى دائما البسي احذيه مريحه عشان ما يضرب وجع. البسي هدول البلاتفورم. مره واحده صاحبتي طلعت مع، يعني هلا صار جوزها. منيح، بدون ذكر اسماء، انت كمان مش ضروري انه يعني. لا واحده صاحبتي عندي كثير صاحبات. عندك كثير. فيا حرام طلعت وحكتني بالطريق، رهف ما بتذكر ولا شيء من اللي حكاه، بقول ليش؟ بتقول لي الكندره كثير ضيقه وراسي. قلت لها طب انت ليك عامله بحالك؟ تكون كندره براند. فبدها تطلع تفرجي. لازم تضل عامله هيك انها حمرة من هون. وهي من وين ايامهم لبوتان؟ لبوتان خافف وضع، ما فيش فلوس، في ضريبه بتلاحق فينا. اسمعوا. قسيمة شرائية. شو قسيمة شرائية؟ كاينة بسمارت باي. لا هذا بعد الزواج. لا باوتشر ما تعملوا هالقد كاجوال من اولها. لا 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 لا, لا ما تجيب لها قسيمة شرائية. بعدين بتعرف قد ايه المبلغ، مش حلو. مو حلو، مو حلو لسه اولها، انتم بخطبة يعني. شوفوا هلا بعيدا عن المزح، الزهور دائما فكرة حلوة، يعني الورد دائما حلو، اشي بسيط ما بكلف كتير بس اثره عند الصبايا وحتى عند الشباب. يعني مين منا لما يوصلوا بوكي ورد ما بينبسط؟ كتير كتير دائما. it's always a good idea زي ما بيقولوا، دائما فكرة حلوة. علبة من الشوكولاتة الكلاسيكية القديمة. ليش القديمة؟ طيب القيمة مبيتة واضح. كواليتي ستريت من ايام المرحوم. بحب الكواليتي ستريت. انا بحبها. ما كنتش بعدين بالذات هاي اللي هيك اللي زي التوفي. لا مش البيربل، انا الذهبيه. انت عرفتها يا بي، انت زي نوف الذهبيه، الذهبيه اللي ما فيها شوكولاته، ما فيها ولا شيء. شيكولاته شيكولاته. هلا ممكن مفاجاه العروس بجلسه تصوير رومانسيه. اجواء الاستوديوهات باس. لا باس،
ما بقدر انا عليهم هدول اللي هيك بروحوا قال بنزلوا على البحر الميت. اه ولا انا. وبعدين في مش منا يعني انتوا اللي بدكم اياه. احنا عم نحكي بشكل عام. روايات رومانسيه. روايات عبير. انه يجيب لك كتب. على فكره الموضوع اليوم نسوء. سوني يا عاد الاشي من جيلنا كله. احنا مواليد 83 قولوا هون 75 بس انا 87 وبتسكتي وضع على المحكره شيكوليتا الا السنين شيكوليتا بيتك